بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابه واتباعه وعلى سائر المؤمنين أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء في شيب من الأخبار. ما معنى الشيب؟ شاب يشيب شيبا، الشيب إبيلال الشعر المسودي مسودي، إبيلال صيرورته بياضا بعد أن كان أسودا، صيرورته أبيلال بعد أن كان أسودا، هذا إبيلال الشعر المسودي. هكذا ذكر في المصباح، نقله عنه إبراهيم الباجوري. ثم هذا إبيلال، لو كان معنى الشيب إبيلال فهو مصدر، وكذلك يطلق على بياض الشعر وعلى الشعر الأبيضي، له ثلاث اطلاقات، إما هذا الإبيلال يعني المصدر، أو يعني هذا الشعر الأبيض، كذلك بياض الشعر. نعم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه قال أخبرنا أبو داود رضي الله عنه قال أخبرنا حمام رضي الله عنه عن قتادة رضي الله عنه قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه هل خالب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خالب بالحناء والكتم. نعم. فإذا سأل قتادة رضي الله عنه لأنس بن مالك هل خلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه هل غير بياض رأسه ولحيته ولونه بالحناء ونحوه، لأن الخلب كالخلاب بمعنى تلوين الشعر بحمرة، خلب خلاب تلوين، تلوين معناه إعطاء اللون، نعم تلوين بالحمرته، نعم. فإذا يكون معناه هل غير بياض رأسه بالحناء ونحوه مما يجعل الشعر أحمر، نعم. قال يعني أنس رضي الله عنه قال لم يبلغ ذلك، لم يبلغ ذلك يعني لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حد الخلاب، فإذا لم يبلغ ذلك، إشارة الاسم إشارة إلى ما في ضمن قوله هل خلب، فإذا لم يبلغ حد الخلاب. لماذا؟ ثم بعده جملة علة لهذا، إنما كان شيئا في صدغيه، هكذا يعني الشيب لو اشتد يحتاج إلى الخلاب أو يبلغ حد الخلاب، لكن أنس رضي الله عنه قال إنما ذلك يعني إنما كان شيبا في صدغيه فقط. أي إنما كان شيبه صلى الله عليه وسلم، هذا اسم كان ضمير مستتر، مرجعه الشيب المفهوم من السياق،
فإذا كان شيبه صلى الله عليه وسلم قليلا ذلك في الصدغين، إذن لم يبلغ حد الخلاب. إذن هذه إنما كان شيئا في صدغيه، فهذا علة لقوله لم يبلغ ذلك. الصدغ ما هو؟ الصدغ ما بين العين والأذن، هذا هو الصدغ. فإذا كان هنا بعض الأشعار سيأتي، يعني كان مجموع أشعار أشعار شيبه أو مجموع شيبه أقل من 20 شعرا. أين كان؟ كان هكذا في صدغين قليلا، وكذلك في الأنفقة يعني الشعر تحت الشفرة السفلى كان هناك بعض، ثم بعض يعني كان في الرأس متفرقا هكذا كان. عن أنس رضي الله عنه نفسه أخرج الإمام مسلم رحمه الله، كان في لحيات في لحيته شعرات بيض لم يرى من الشيب إلا قليل، ولو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه لفعلت ولم يخلب، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ متفرقة. في الرأس نبذ متفرقة يعني هنا واحد هناك واحد هكذا، يعني بعض المواليع هكذا. ثم لم يخلب هكذا قال أنس رضي الله عنه، لكن سيأتي باب فيه إثبات خلاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلب. فإذا كيف الجمع؟ هذا نفي الخلاب يعني بتعميم رأسه، أما إثبات الخلاب بالنسبة إلى هذه الأشعار التي شابت بيلت، إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلون هذه الأشعار فقط بالحناء ونحوه، ما خلب تمام رأسه بالعموم. هكذا جمع الشراح. ثم قال أنس رضي الله عنه، ولكن أبو بكر خلب بالحناء والكتم. إذن ما هو وجه الاستدراك؟ ولكن أبو بكر هذا مناسبته صلى الله عليه وسلم له صلى الله عليه وسلم وقربه منه سنا، يعني تفاوت بينهما سنتين سنتان فقط في السن. فإذا مناسبة أبي بكر له صلى الله عليه وسلم وقربه منه سنا، ثم الحناء هو مشهور معلوم، ليس السناء الحناء الصناعي، بل هذا حناء طبيعي، هذا من هذا نبات. كذلك الكتم أيضا نبات أخرى. إذا الكتم وهو يسود الشعر، الحناء يحمر الشعر يجعله أحمر، وهذا يجعله أسود. فإذا لو جمع بينهما لا يسود صرفا ولا يحمر صرفا، بل يتوسط بينهما. لذلك هكذا قال بعض الشراح، بعضهم قالوا بالحناء والكتم، يعني الجم، بعضهم قال الجم بينهما يسود الشعر، وتسويد الشعر منهي. فإذا معنى الحديث مرة يخلب بالحناء ومرة يخلب بالكتم، هكذا يعني لا يجمع بينهما، هكذا يختلف الشراح. فإذن الواو هل هو للجمع أو لعدم الجمع؟ ثم حديث. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور رضي الله عنه قال حدثنا ويحيى بن موسى، حدثنا إسحاق بن منصور رضي الله عنه ويحيى بن موسى رضي الله عنه قال حدثنا عبد الرزاق رضي الله عنه عن معمر رضي الله عنه عن ثابت رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته
إلا أربع عشرة شعرة بيضاء. هكذا بالضبط 14، هذا في مجموع الرأس واللحية. ثم وبه قال حدثنا محمد بن المثنى رضي الله عنه قال أخبرنا أبو داود رضي الله عنه قال أخبرنا شعبة رضي الله عنه عن سماك بن حرب رضي الله عنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا ادهن رأسه لم ير منه شيب فإذا لم يدهن الرؤية منه شيء. هكذا ذكر جابر بن سمرة رضي الله عنه. متى قال هذا؟ جوابا لسؤال سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هكذا قال إذا ادهن رأسه، إذا استعمل الدهن في رأسه لم ير منه شيب لا يظهر. ثم إذا لم يدهن، سبق أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدهن غبا فقط، فإذا لو لم يدهن روي منه الشيء يعني هذا كناية عن القلة والندرة. ثم ما معنى هذا؟ يعني عند الادهان استتار الشيب، وكذلك عند عدم الادهان ظهور الشيب. معناهما قال بعض الشراح عند الادهان بعد الدهن يظفر الشعر، فإذا بسبب اجتماع الشعر يختفي فيه الشيب يختفي فيه بسبب قلة الشيب. وهكذا ابن حجر رحمه الله قال في حاشيته أشرف الوسائل إنما لم يتبين عند الادهان لأن الشعر يجتمع فيه، فيضم البياض لقلته في السواد. نعم، بخلافه عند عدم الادهان فإن الشعر حينئذ يتفرق فيظهر الأبيض من غيره. إذن بعد الدهن هذا يظفر فإذا يجتمع الشعر. هكذا ذكر إبراهيم الباجوري ذكر تأويلا أحسن منه، هو قال لم ير منه شيب أي لالتباس البياض ببريق الشعر من الدهن. التباس البياض، البياض يلتبس بأي شيء؟ ببريق الشعر من الدهن. فإذا لو استعمل الدهن في الشعر يكون له لمعان، يكون للشعر لمعان بريق هكذا. فإذا هذا بياض الشيب يضمحل فيه، في هذا البياض، في هذا التلألؤ وفي هذا البريق لا يرى يعني هذا الشيب. هذا أحسن منه من التأويل الأول. ثم إذا لم يدهن رؤية منه أي لظهور شعره حينئذ فيصير شيبه مرئيا، لا يكون هناك هذا بريق الشعر بسبب الدهن، لذلك يظهر. نعم. ثم الحديث الآتي وبه قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي رضي الله عنه قال أخبرنا يحيى بن آدم رضي الله عنه عن شريك رضي الله عنه عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنه عن نافع رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. هذا رواية عبد الله بن عمر، والذي سبق من أن شعر شيب أن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شعرة، وقول أنس رضي الله عنه. فيمكن هذا بسبب اختلاف الوقت، يعني حينما
عدا أنس بن مالك رضي الله عنه سيبه صلى الله عليه وسلم، وكان قابل تعداد عبد الله بن عمر بمدة، فإذا نظر فهناك يعني 14. ثم بعد مدة ممكن عدا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، إذا هو يعني عدا تقريبا إلى 20، قريبا إلى 20. هكذا يمكن بسبب اختلاف الوقت في التعداد هذا الاختلاف، أو يكون يعني كلاهما بمعنى واحد، ليس تفاوت في العدد، بل هذا عبر عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالتقريب نحو من 20. فإذا 14 يطلق عليه نحو من 20، لماذا؟ ما فوق نصف عدد يضاف إلى ما فوقه من ضعفه. فإذا هذا 10 ثم 20 ثم 30 هكذا. فإذا ما بعد 10 من النيف ينسب إلى 20 على التقريب. فإذا 14 هذا في الواقع 14، لكن عبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأنه تقريبا إلى 20، نحو من 20. نعم. ثم كما قلت ذكر إبراهيم الباجوري وجمع بينهما باختلاف الأزمان، وبأن الأول إخبار عن عده والثاني إخبار عن الواقع، فهو لم يعد إلا 14، وهو في الواقع 17 أو 18. نعم. وإنما كان الشيب شيئا شينا مع أنه نور ووقار، لأن فيه إزالة بهجة الشباب ورونقه وإلهاقه بالشيوخ الذين يكون الشيب فيهم عيبا عند النساء لأنهن يكرهنه غالبا. نعم. ثم ومن كفر ومن كره منه شيئا كفر. نعم. لذلك قلل الله سبحانه وتعالى شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفقا بنسائه أمهاتنا أمهات المؤمنين. نعم. ثم حديث وبه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء رضي الله عنه قال أخبرنا معاوية بن هشام رضي الله عنه شيبانا رضي الله عنه النبي سحاق رضي الله عنه كريمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت، قال شيبتني هود والواقية والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر، يعني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن سبب شيبه، يا رسول الله قد شبت، قال أجاب أنني سبب الشيبه صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود، في بعض الروايات شيبتني هود وأخواتها. نعم. إذن ما معناه؟ هذا سورة هود وكذلك الواقعة والمرسلات عما يتساءلون إذا الشمس كورت، ما هي خصوصية هذه السور؟ يعني في هذه السور غالبا يوجد عذاب الأمم الماضية، ذكر عذاب ما نزل بالأمم الماضية من العذاب، وكذلك فيه بيان أمور الآخرة من العذاب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافهما، هكذا يعني شاب شيئا. إبراهيم الباجوري يقول في المواهب اللدنية وإنما كانت هذه السور سببا في الشيب لاشتمالها على بيان أحوال السعداء والأشقياء
وأحوال القيامة وما تتعسر بل تتعذر رعايته على غير النفوس القدسية وهو الأمر بالاستقامة كما أمر. يعني من هذه السورة قوله تعالى استقم كما أمرت، وهذا يعني خاف هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. وغير ذلك مما يوجب الخوف لا سيما على أمته لعليم رأفته بهم ورحمته وتتابع الغم فيما يصيبهم وإعمال خاطره فيما فعل بالأمم الماضين كما في بعض الروايات شيبتني هود وأخواتها وما فعل بالأمم قبلوا، هكذا صرح في بعض الروايات وما فعل بالأمم قبلوا وذلك كله يستلزم. نعم، فإذن هذا الذي كان يوجب الخوف، يوجب الخوف على نفسه وعلى أمته، الخوف على نفسه بسبب أمر الله سبحانه وتعالى إياه بقوله استقم كما أمرت، فإذن هو خاف خوفا شديدا، كان يخاف هل يخسره، هل يفوز في هذا في امتثال هذا الأمر أو يضعف أو يتعسر عليه، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف هذا الأمر. هذا من جانب، ثم خاف على أمته، خاف على أمته، ماذا خاف على أمته؟ هل ينزل عليهم مثل ما نزل بالأمم الماضية، ليس عموما بل يعني فردا أو جماعة، لا ينزل البلاء عموما في أمته بل ينزل يعني فردا أو جماعة هكذا أو بلدا هكذا. فإذن هذا كان يهم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. كذلك رأفة لأمته في الدار الآخرة، كان يخاف في أمر أمته، هذا هو كان كثيرا لأجل ذلك شعبا. لكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده من شرح الصدر وأنوار اليقين على قلبه ما يسليه لم يستول ذلك إلا على قدر يسير من شعره الشريف. هذا كان غمه في هذا الأمر عظيما، لأنه رحمة للعالمين وأرحم على أمته، فإذن بسبب رأفته ورحمته على الأمة كان همه في أمر أمته غالب جدا قد بلغ يعني أقصاه. ومع ذلك لم يشب إلا قليلا، فإذن كيف هذا التناسب؟ يعني مع هذا الهم البالغ كان في صدره شرح، كذلك أنوار اليقين تنتهي على قلبه من هذه من شرح الصدر وأنوار اليقين ما يسليه، لذلك لم يستول ذلك إلا قليلا. إذن لما استول قليلا؟ ليكون فيه مظهر الجلال والجمال، يكون في الشيب يعني ظهور الجلال والجمال. نعم، سبق هذا الشيب نور ووقار، إذن ينبغي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متصفا بهذا النور والوقار، لذلك شاب قليلا. نعم، ثم الحديث الآتي. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن بشير رضي الله عنه أن علي بن صالح رضي الله عنه النبي إسحاق رضي الله عنه النبي جحيفة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نراك قد شبت، قال قد شيبتني هود وأخواتها. نعم، هذه الأخوات أراد بها سورة الواقعة والمرسلات عما يتساءلون إذا الشمس كبرت وغيرها مما نزلت في هذا المعنى. نعم، فإذن في الحديث الأول سؤال أبي بكر، وهنا أبو جحيفة رضي الله عنه قال
قالوا يا رسول الله. فإذا هذا نسبة إلى أحد الصحابة، السؤال يكون عادة من واحد، ممكن يكون هذا السؤال السؤال الذي قد مضى. نعم. ثم وبه قال حدثنا علي بن حجر رضي الله عنه قال أنبأنا شعيب بن صفوان رضي الله عنه عن عبد الملك بن عمير رضي الله عنه عن إياد بن لقيط العجلي رضي الله عنه عن أبي رمثة التيمي رضي الله عنه تيم الربابي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فوريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. نعم. أبو رمثة التيمي رضي الله عنه. التيمي نسبة للتيم الرباب. فإذا هناك يقدر قول كلمة أعني التيمي أعني تيم الرباب، يعني هو منسوب إلى تيم الرباب. قال القاري بالجر في أصل سماعنا، احترز بذلك عن تيم قريش قبيلة من بكر، لذلك هو تيم الرباب. لكن إمام أسقلاني ضبط في شرح البخاري بفتح الراي قال تيم الرباب. نعم. فإذا هناك تيم الرباب وتيم قريش، احترازا عن تيم قريش هو قال تيم الرباب. نعم. ومعي ابن لي فقلت فوريته، فإذا هو ذهب بابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته، أريته هذا ضمير المفعول الثاني يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريت من أراني صيغة مجهول، فإذا المتكلم هو المفعول الأول، هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أراه؟ بعض الحاضرين، بعض الحاضرين في المجلس ممكن هو سأله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أراه بعض الحاضرين هكذا أريت. ثم وكذلك هناك يعني احتمال آخر، رواية أخرى أريته ويلا، هذا أريد. وكذلك للبناء للمعلوم أريته، فإذا أريته لمن؟ ضمير يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو. إذن أريته لابني، أنا أريت رسول الله صلى الله عليه وسلم لابني، هكذا رواية أخرى. ثم أنا قلت له هذا نبي الله، فقلت لما رأيته هذا نبي الله، هذا يعني قول لابنه ويقول لابنه هذا نبي الله، على تأويلين، على روايتين، أريت أو أريت أيا كان، هذا نبي الله قول لابنه. ثم هو يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان أخضران. نعم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس حلة خضراء أو حمراء كما سبق، حلة الحمراء قد سبق، وهذا حلة خضراء. نعم. وله شعر، ثم بينا هناك ممكن يكون هذه الخضرة خطوطا أخضر، خط أخضر، ثوب مخطط بألوان بخطوط أخضر هكذا. ثم وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. نعم.
هنا قال شيبه أحمر، كيف يكون شيب أحمر؟ الشيب عادة يكون يعني شيب يكون أبيض، ذكرنا فيما مضى معنى الشيب إبيلال الشعر أو بيال الشعر أو الشعر الأبيض هو الشيب. فإذا كيف يكون يعني شيبه أحمر؟ معناه هذا البيال، بيال الشيب صبغ بحمرة، أحمر يعني ومصبوغ بالحمرة. فإذا هذه الرواية تتفق مع رواية صبغه صلى الله عليه وسلم بالحناء شعره. نعم، فتوافق ما مر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تخالطه حمرة في أطراف تلك الشعرات، لأن العادة أول ما يشيب أصول الشعر دون الشعر، إذا قرب شيبه صار أحمر ثم أبيض هكذا، فانتفع بهذا التقدير ما لبعضهم هنا من الإشكال. نعم، فإذا إما يكون هكذا يعني صبغ بالحمرة بالحناء، أو يعني أول ما يشيب أين هذا أصل الشعر ثم بعد ذلك يميل إلى الحمرة، يعني يتغير لون السواد إلى لون الحمرة، ثم من لون الحمرة إلى البياض. فإذا حينما كان أبو رمثة رضي الله عنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شيبه بين السواد والبياض، يعني في لون الحمرة، هذا الذي قال. نعم، إما هكذا أو يعني شيبه أحمر يعني مصبوغ بالحمرة بالحناء. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع رضي الله عنه قال حدثنا سريج بن النعمان رضي الله عنه قال حدثنا حماد بن سلمة رضي الله عنه عن سماك بن حرب رضي الله عنه قال قيل لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا هو شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن. يا شيب إلا شعرات في مفرق رأسه، في النسخة التي قرأتها أولا هكذا شيب إلا هو شعرات في مفرق رأسه، في نسخة أخرى شيب إلا شعرات في مفرق رأسه، ثم لو ادهن وراه، إذا ادهن وراه ما معناه؟ يعني يستره كما سبق لجمعه الشعر أو لإضمحلاله في بريق الشعر بالدهن. نعم، لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات، تنوين في شعرات للتقليل. نعم، فإذا هنا لم يكن في رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات، هناك يقدر يعني مضاف إلا بياض شعرات في مفرق رأسه، مفرق الرأس محل تفرق شعر رأسه، هذا يعني يكون هنا يتفرق يعني طبيعة هذا شعر الرأس. ثم وراهن الدهن وإخفاؤهن وسترهن بحيث لا يراها أحد إلا بتدقيق نظر وتعميق بصر وهو كناية عن قلتهن. هذا ذكره ملا علي القاري في حاشيته جمع الوسائل. نعم، ثم بعده يعني باب آخر، الباب السادس، باب ما جاء في
خلاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنقرأ ونسمع فيما بعد إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. العسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أوصيكم بالدعاء. الحمد لله رب العالمين.